مواطنين عايشين باستهتار ولا فارق معاهم أي حاجة. تم تشميعه اللي هو في التجمع. البلد ديت ما فيهاش حد فوق القانون. علق الإعلامي عمرو أديب على قرار إغلاق مقهى شقيق الإعلامية بسمة وهب قائلاً: مفيش حد فوق القانون، والكافيه اللي في التجمع تم تشميعه، والبلد مفيهاش حد فوق القانون. وتابع خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر امبارح اتقال كافيه بتاع أخو مين ولا مش عارف مين ومحدش يعرف يقفله، والنهاردة تم تشميعه. وأضاف عمرو أديب: البلد مفيهاش حد فوق القانون، في مشكلة وشيشة وأماكن الانتظار وعدد من المخالفات ترتب عليها غلق الكافيه، اللي هيغلط هيتشمع المحل بتاعه. وكشف مصدر أمني مطلع أن قرار إغلاق كافيه شقيق الإعلامية بسمة وهبة وزوجة علاء عابد عضو مجلس النواب صادر منذ شهرين من جهاز مدينة القاهرة الجديدة. وأضاف المصدر أن قوة أمنية توجهت لتنفيذ القرار لمخالفة شروط الترخيص، فحدثت مشادة حسب الفيديو المتداول مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد رجال الشرطة بشأن واقعة الشيش، موضحا أنها واقعة جديدة بعد قرار الغلق. وأشار المصدر إلى أنه تم تنفيذ قرار الغلق بمشاركة شرطة المرافق العامة مدعومة بعناصر الأمن المركزي وجهاز مدينة القاهرة الجديدة. يذكر أنه في تطور سريع وتحرك حاسم من وزارة الداخلية، قامت حملة أمنية ترافقها أجهزة محافظة القاهرة بتشميع كافيه مملوك لشقيق الإعلامية بسمة وهبة زوجة علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالشمع الأحمر، تفعيلاً لقرارات مجلس الوزراء بمخالفة الإجراءات الاحترازية. حدثت مشادة كلامية بين شقيق بسمة وهبة وجهات الأمن. تعالوا معنا نشاهد فيديو إغلاق كافيه شقيق بسمة وهبة. طب مين اللي جاب الحاجة دي؟ المفروض إن أنت أول واحد. تمام، بس حضرتك ما تخش عليا المطعم بالطريقه دي يا استاذ. حضرتك اول واحد، لو في عندي قاتل جوه مش هخش اخده بالطريقه دي يا استاذ. ما ينفعش المصدر ده قدام زباين، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش اللي انت بتقوله يخليك اول واحد تلتزم بالكلام ده. تمام، بس برضه حضرتك ما ينفعش تخش عليا الدخله دي يا باشا. دخلنا فين بالطريقه دي؟ انا واقف بره بقول لك ممنوع الشارع. حضرتك الوقت بره، انما الناس كلها دخلت قدام الزباين بالمنظر ده. يعني ينفع لحضرتك؟ ودي مشكله سياحيه، ما ينفعش. ينفع ان حضرتك هو بيعمله كده دلوقتي؟ اللي هو بيعمله. طب ما حضرتك بتعمل كده اهو، حضرتك بتعمل كده زي ما انت بتثبت حالك، انا كمان بثبت حالي. المكان متصور كله حضرتك، زي ما حضرتك بتثبت حالك انا بثبت حالي. وانا قلت لحضرتك اول ما جيت قلت لك انا منشاه سياحيه، ما ينفعش تخش عندي بالطريقه دي. بس ينفع ان حضرتك تنزل؟ وما ينفعش تخش عندي بالطريقه دي. قول لي من فضلك، عايز ادخل هدخلك، اهلا وسهلا تخش. مش بالمنظر ده حضرتك، مش 20 واحد يخش المكان يا فندم، مش 20 واحد منشاه سياحيه. انا بقول لحضرتك لو سمحت طلع الشيش لجوه. وانا ما قلتلكش لا، انت بقى دخلت الناس كلها جوه. انا وداخل يزعق في وسط الزباين، تعالى يا ابني رايح فين، وتعالى يا ابني رايح فين. لا، مش احنا اللي شغالين في مصر بس يا فندم. انا مش قهوه بلد. مش احنا بس اللي في مصر شغالين. انا مش قهوه بلد. أنا من منطلق من حضرتك رئيس غرفة سياحة فرق، ما ينفعش الكلام ده. ده قرار رئيس جمهورية. كم الزباين بالمنظر ده؟ قرار رئيس جمهورية يا فندم. ما ينفعش من المنظر ده يا فندم، ما ينفعش. باشا ده قرار مجلس الوزراء. انا مش قهوه بلدي. باشا ده قرار مجلس الوزراء. اكيد عارف وعارف القانون وعارف حضرتك اول حاجه ما ينفعش تخشها بالطريقه دي. الكلام ده يعني حضرتك مقتنع ان احنا اللي غلطانين يا فندم؟ ما قلتش غلطان، قول الدخله غلط، ما ينفعش تخش عندي بالطريقه دي. طلع لنا بيت الشاشه اكتر بيت الشاشه من جوه. حضرتك
عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بشاركنا الثقافة معلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل ثقافة ومعلومة. تابعوني.